نظرا للمضاربة اللي حدثت في بعض مع الأسف الشديد تصرى كل عام قبل ما يوصل رمضان استعمال مفرط لهذه، هما اللي خلوا وزارة التجارة تتدخل وتعيد النظر في شبكة التوزيع إلى أن يستقر الزيت في الأسواق، تنسحب وزارة التجارة وتخلي شبكة التوزيع كما كانت. لكن في الوقت الحالي ما كانش شاحنة تتنقل من مصنع إلا بمرافقة الدرك ووزارة التجارة، وما كانش شاحنة تحط السلعة تاعها إلا بوجود وزارة التجارة، هكذا باش نضمن أن توزع بالتساوي على الجميع بدون استثناء. احنا الهدف تاعنا هو إيصال هذه المادة ل 1541 بلدية وغير ذلك. تولي المادة الجزائرية، الحبوب الجزائرية، ولا تريتي راسها يكون عندنا إن شاء الله 4 مصانع، وعندنا واحد 6 ولا 7 مصانع للزيت يكفينا، وراح نصبحوا ليدر، ما نقولوش مونديال، أفريكان في هذا المادة.